يا ابو جابر. في هتزعج ليه؟ بعد انت يا شيخ سلام. مالك يا احمد داخل هايش كده وعاوز من جابر؟ عاوز لو كان راجل يطلع لي. انا قدامك اهو. مالك عاوز ايه؟ عاوزك لا مداس يوديك بيه على راسك عواطي يا ابن الكلب. والله ابويا مش كلب، ولو وطيت عشان تقلع مداسك ما ترفعش ظهرك تاني، وهتفضل طول عمرك موطي. هتشوف يا احمد. سلى على النبي. بعد سلام ما نقصعش. هي دروش وهبل هبل. طب انا بينك وبين جابر اها، لما نشوفها تعمل ايه في لهبه. هضرب واضرب ولا يهمني انت مين ولا هو مين. انت كده وهيب؟ ايه حصلت؟ انا عايش نفسي عنك يا رملي ولاخوه. غور من هنا غور. هتشوف هتشوف كيف تتطور على سيادك يا ولد الجلايب يا كلب الجبل. ايه اللي جرى؟ عملت ايه؟ بعد ياما عن طريقي وسيبيني اخش لها. حرام عليك يا ولدي، كفايه اللي عملته. ولدك ايه يا امه؟ بعد عن طريقي. سيبها سيبها يا ولدي، حرام عليك. مش مسامحاك يا احمد وكرهك ليوم تزيد. مش مهم. اتقي الله وحل عني، انا جسمي مش حامل ولا طايب. مش حامل ولا طايب؟ ليه؟ ها؟ عقلك مشغول بمين يا بنت الكلب؟ تعالي هنا. مش هعطيك يا ليلى ليوم الدين واشوف كيف عقلك يكون مشغول بغيري. انت فاكر انك كده راجل؟ راجل غصب عنك وعن تخلفوكي وهوريك. حرام حرام. يا ريتك فضلت من غير جواز يا ولدي، يا ريتك. سلام خبريه خبريه. مالك يا شيخ سلام؟ اه الحصوا يا جابر. ارتق سعد سعد. خبريه سعد. امرك يا شيخ العرب؟ احمد الهواري. مالك يا شيخ العرب؟ تجيبهولي من بيتهم بالقميص واللباس. حاضر يا شيخ العرب. اسمع، لو لقيته لابس جلابيه تقلعها له، يا جهني بالقميص واللباس. عمرك يا شيخ العرب. معلش يا شيخ سلام معلش. اوعى اوعى تموت ولد ابوي. اموته؟ لا ارتاح انت بس. عاوز حاجه عايزه؟ لا مفيش حاجه خالص يا ولد عمي. انت عاوز حاجه؟ انت عاوز حاجه قول. سلامتك. انا كنت فايت ومروح. روح يلا مروح. اقول لك ما تجرنيش كده ولدي ولدي. ما تجرنيش كده يا غور. انا ما حدش يقعد علي. ولدي ولدي يا غور يا غور يا غور ولدي يا غور. ماشية في وادي الخوف بلا جهة، يا وردة الوردات يا وجيها، الفرحة تاني منين حتجيلك، والفرحة تاني منين حتجيها.
ليلى بنتي. مين انت يا ولدي؟ احمد الهواري ولد عمك وجوز بنت اختك. مين يعني؟ مين يعني ايه؟ انت مين عشان تخش بيتي وتزعج فيه وتمد يدك على اخوي؟ فهمني. انا صاحب حق. حق مين؟ عمرك كله ما يكفيه زعله من زعلات الشيخ سلام. عارف مين هو الشيخ سلام دي؟ اخوك. اخلص. الشيخ سلام دي هني حقه عندي مفيش حد يقل عليه. لو انت ولدي وزعلت الشيخ سلام هموتك. انا حكايتي مع جابر الكلب. مفيش في عمان كلاب ومعايا يخشش بيت كلاب. انت اول كلب يخش بيتي ويعض ناسي يا احمد. يا شيخ همام، بنت اللي جوازها يصونها انت بهدلتها. بيتي يدخل باذن دخلته من غير اذن. غلطت في حد انا حاميه. مديت يدك على اغلى الناس. انت عملت اللي عمر ما حد عمله معاه يا احمد. استاذن على مرتي، هاخد اوامري من مره واسيب اللي عشقته حي. صاحب حق وانت هتحل مشاكل الناس الغريب والقريب وتجي عندنا وتظلم. اظلم مين يا مجنون يا ابن المركوب انت؟ بعد ما زيت اخوي وبنت اختي وجاي تشتكي اصلك ما عرفش عني حاجه. هتعرفها دلوقك. غلطة القريب عندي أوعر بكتير من غلطة الغريب. الغريب معذور ما يعرفنيش زين، لكن القريب دي ايه عذره؟ مركوب الشيخ سلام دي هتضرب بيه فيك راسك، وبنت اختها هتطلقها، وجابر اللي وجرني اكتر ما انت وجرتني هخيره. يا يضربك بالمركوب يا يسامحك وهتطلع بره فرشوط. ليه؟ هي يتيمه ملهاش ابو عشان تطلقها مني؟ والله لولا اني لقيتك هنا بعد اللي شفت بنتي عليه قسما بالله كنت قطعتك حتت ورميتك للكلاب قدام ابوها ومن غير يمين. لو ما كنتش عملت دنيتك غير ضرب الشيخ سلام كان دي كفايه عشان اقطع قبرك. بس انا ما عاوزش يقولوا همام هيموت ولاد عمه. وكمان تضرب الشيخ سلام؟ طب انا عاوزهم يقولوا اسماعيل موت والد عمه. تعالى يا كلب. ارجع يا اسماعيل. ارمي يمين دلوقتي. ارمي يا كلب. بدك طالق يا شيخ اسماعيل. تعال هنا. طالع عمك الشيخ سلام يضربك على كفاك بالمركوب وانت تدفع عليها جابر. ولا راسه ولا كفاك. انا خلاص مسامح. وانا ما سامح. قبل طلوع الفجر ما شوفكش في فرشوط غور.